Pourquoi elle a été étiquetée en tant qu'urgence de santé publique? Je dirais reprendre ce qui a été. الاجتماع هو اللي وضع اولا حاله بخليه المتابعه لهذا الداء، وكذلك وضع الاليات للوقايه وكذلك للعلاج. الوقايه اخص بالذكر كذلك وضع النقطه المتقدمه في ميناء مستغانم، وكذلك الوقايه من خلال بعض الترتيبات البسيطه كغسل اليد او كما نقولوا حنا واحد ما يقربش ولا من يدير لي ماسك ايتترا. هادو كل التدريبات اللي يقوم بها المستعملي ومستخدمي القطاع، وكذلك وضع في المصالح الاستشفائيه وحدات للتكفل بكل حاله اللي تكون قد تكون تتقدم للمصالح المعنيه.